نشب حريق صباح اليوم في منزل الفنانة سهير رمزي، أصاب جمهورها بالقلق عليها، خاصة بعد نشرها فيديو يكشف التهام الحريق لجزء كبير من المنزل عبر حسابها على موقع انستجرام. وسعى الكثير منهم للتعرف على تفاصيل حريق منزل الفنانة سهير رمزي. كشفت الفنانة سهير رمزي في تصريحات مؤكدة أن الدفاية هي السبب، وأوضحت أنها استيقظت على أصوات الجيران وحينها اكتشفت أن فيشة الدفاية المتواجدة في الطابق الأرضي من فيلتها تسببت في الحريق. وتابعت الفنانة سهير رمزي بأن الحريق التهم الجزء الذي تواجدت فيه الدفاية، ولكنه لم يصل إلى باقي أجزاء المنزل، وأن الخسائر قليلة، الحمد لله أن الموضوع جه على قد كده. وكشفت الفنانة سهير رمزي عن أنهم بصحة جيدة قائلة الحمد لله، أهم حاجة أن كلنا كويسين وما حصلش فينا حاجة، ده فضل ونعمة من ربنا، وحب أشكر كل الناس اللي قلقت علينا وكانوا حريصين أنهم يطمنوا علينا. يذكر أن الفنانة سهير رمزي نشرت منذ قليل أول فيديو للحريق عبر إنستجرام وعلقت عليه الحمد لله إحنا بخير، قدر الله ما شاء فعل، حريق بالمنزل اليوم صباحاً.